سيكون في المجموعة الثامنة هو والسابعة الصومالية. طبعا كلها منتخبات ذات مستوى واحد، جيبوتي، جنوب السودان، ليزوتو، موريشيوس، أريتريا، سيشل، الصومال، تحول إلى المجموعة الثامنة الآن. من هو المنتخب؟ ساو تومان برينسيب. إذن ساو تومان برينسيب. The Falcons and True Parrots have participated in five previous World Cup qualifiers. هو المنتخب الذي the last team from Pot 6 وقع في المجموعة الثامنة. آخر منتخب في التصنيف السادس في آخر مجموعة بالتأكيد سيكون تشاد. منتخب تشاد had the most impressive FIFA World Cup qualifying result in 2018, winning 1-0 at home against Egypt. نتحول Alex, thank you very much. That concludes. إذن بعد قليل إلى منتخبات التصنيف الخامس وهي النيجر، جزر القمر، السودان، رواندا، بوروندي، إثيوبيا، إسواتيني، بوتسوانا، وليبيريا. Let us have a look at the video presentation of the teams. هذا فيديو خاص بمنتخبات التصنيف الخامس. النيجر الذي سبق أن واجهه منتخبنا الوطني في تصفية كأس أمم إفريقيا، هذا منتخب جزر القمر، ثم بعده منتخب السودان، المنتخب العربي الشقيق المتواجد في التصنيف الخامس، هناك رواندا أيضا، واحد من المنتخبات التي تتطلع هي الأخرى إلى المشاركة في كأس العالم، هناك بوروندي، ثم بعد ذلك منتخب إثيوبيا، بعده إسواتيني، منتخب أيضا منتخب ناشئ، ثم بوتسوانا الذي أيضا سبق أن واجهه منتخبنا الجزائري في أكثر من مرة في تصفية كأس إفريقيا وكأس العالم. آخر منتخب هو منتخب ليبيريا والذي طبعا يختم وهو المنتخب التاسع ضمن التصنيف الخامس. الآن نذهب إلى عملية القرعة وتصنيف منتخبات التصنيف الخامس. المنتخب الأول هو إثيوبيا. إثيوبيا سيكون إثيوبيا في المجموعة الأولى، سيكون إلى جانب منتخب جيبوتي. أما المنتخب الثاني فهو السودان. السودان سيكون إلى جانب الجار منتخب جنوب السودان. إذن المجموعة الأولى فيها جيبوتي وإثيوبيا، المجموعة الثانية جنوب السودان إلى جانب السودان، المنتخبان الشقيقان. إلى المنتخب الثالث والذي سيكون ضمن المجموعة الثالثة إلى جانب لوزوتو، منتخب رواندا. رواندا ستلعب إلى جانب ستستقبل في المباراة الأولى لوزوتو. مبكرا التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم ستكون ما بين الجولتين الأولى والثانية ما بين 13 والحادي وعشرين نوفمبر المقبل. إذن إسواتيني سيكون هذا المنتخب في المجموعة الرابعة إلى جانب أريتريا. In their last seven World Cup qualifying matches at home, they will be in position D5. And in group E, wild, please. إذن إسواتيني ستستقبل أو إسواتيني في المجموعة الرابعة. المجموعة الخامسة الآن. النيجر. The manners they gradually become. ستكون النيجر إلى جانب أريتريا. Of 13 goals scored in the 2022 qualifiers round. They would be joining Eritrea in group E in position E5. And while please, group F. إذن إلى المجموعة السادسة. وائل جمعة النجم المنتخب المصري الآن
يحمل منتخب بوروندي. بوروندي ستلعب إلى جانب منتخب السيشل. This is going to be their eighth appearance in the FIFA World Cup qualifying campaign. They will be in Group F, joining Seychelles in position F5, and in Group G. Wael, please. إلى المجموعة السابعة. الصومال سيلعب إلى جانب بوتسوانا. Better known as the Zebras, they are unbeaten at home in the FIFA. إذن الصومال وبوتسوانا منتخبات المستوى السادس والخامس. And Group H, Wael, please. إلى المجموعة الثامنة. ليبيريا. منتخب ليبيريا. ليبيريا. تضعه القرعة في المجموعة الثامنة إلى جانب ساو تومي. طبعا لما نذكر نيجيريا نذكر نجمها جورج ويا أيقونة الكرة الليبيريا والإفريقية أيضا. إلى آخر مجموعة التشاد ستلعب إلى جانب منتخب جزر القمر. بعد ذلك مشاهدينا سنتوجه إلى تقديم المنتخبات منتخبات التصنيف الرابع. هناك موزمبيق، غامبيا، سيراليون، توغو، تنزانيا، زيمبابوي، إفريقيا الوسطى، مالاوي وليبيا. نتابع عرضا للمنتخبات منتخبات المستوى الرابع. موزمبيق، إذن كان هذه المنتخبات منتخبات التصنيف الرابع. موزمبيق، غامبيا، سيراليون، توغو، تنزانيا، زيمبابوي، إفريقيا الوسطى، مالاوي وليبيا. إذن نجم الكرة الطوغولية إيمانويل أديبايور هو من سيقوم بعملية سحب منتخبات المستوى الرابع. سيراليون إذن ستكون في المجموعة الأولى إلى جانب جيبوتي وإثيوبيا. إلى المنتخب القادم. توغو. منتخب إيمانويل أديبايور. إذن توغو سيكون إلى جانب جنوب السودان ومنتخب السودان. إلى المجموعة الثالثة. زيمبابوي إذن ستلعب في المجموعة الثالثة إلى جانب لوزوتو ورواندا. إلى المجموعة الرابعة. ليبيا. المنتخب الشقيق منتخب سيلعب إلى جانب جزر موريس وإسواتيني. فرسان المتوسط إذن في المجموعة الثالثة. إلى المجموعة الرابعة أو الخامسة. تنزانيا ستلعب إلى جانب أريتريا والنيجر في المجموعة الخامسة، بينما كما ذكرت ليبيا ستكون في المجموعة الرابعة. إلى المجموعة السادسة مشاهدينا متابعينا. ما
من سيكون المنتخب القادم؟ غامبيا. غامبيا. غامبيا ستلعب إلى جانب منتخبي السيشل وبوروندي إلى المجموعة السابعة. طبعا كلما صعدت المستويات كلما زادت قوة المنتخبات. موزمبيق تضعها القرعة في المجموعة السابعة إلى جانب الصومال وبوتسوانا إلى المجموعة الثامنة. مالاوي. إذن مالاوي ستكون في المجموعة الثامنة إلى جانب ساو تومي وليبيريا. تبقى منتخب واحد هو إفريقيا الوسطى. بالتأكيد منتخب إفريقيا الوسطى سيكون في المجموعة التاسعة. إذن ستلعب أو سيلعب منتخب إفريقيا الوسطى إلى جانب تشاد وجزر القمر. إلى بعد الحدث سنتابع منتخبات التصنيف الثالث وهي أوغندا، بنين، موريتانيا، كينيا، الكونغو، مدغشقر، غينيا بيساو، ناميبيا وأنغولا. تابع عرضا خاصا والفيديو التعريفي بهذه المنتخبات التسعة التي مصنفة ضمن التصنيف الثاني. طبعا لنتابع. أوغندا ثم بنين بعد ذلك موريتانيا منتخب المغاربي والعربي الذي يبحث عن مشاركة أولى في المونديال، كينيا ثم بعده الكونغو ثم مدغشقر. إلى غينيا الاستوائية طبعا الذي شارك وقدم مردود ممتاز في آخر مشاركة إفريقية في الكاميرون. ناميبيا ثم أخيرا أنغولا. إذن هذه هي المنتخبات التسعة المصنفة رابعا في التصنيف الرابع. سنتابع عملية القرعة الخاصة بمنتخبات التصنيف الرابع مع جاي جاي أوكوشا نجم الكرة النيجيرية السابق. من هو المنتخب الأول؟ غينيا بيساو. غينيا بيساو ستلعب في المجموعة الأولى إلى جانب جيبوتي، إثيوبيا وسيراليون. They are going to be in group A in position A3 and in group B. JJ, please. إلى المجموعة الثانية. موريتانيا. المنتخب العربي الذي يملك مشاركتين في كأس أمم إفريقيا ويحاول طبعا التأهل إلى كأس العالم لأول مرة في تاريخه. سيلعب إلى جانب جنوب السودان، السودان، توغو وموريتانيا. هناك منتخبان عربيان في هذه المجموعة، السودان وموريتانيا. إلى المجموعة الثالثة. بنين formerly known as تلعب إلى جانب لوزوتو ورواندا وزيمبابوي في المجموعة الثالثة. Now for group D, JJ. إلى المجموعة الرابعة التي تضم جزر موريس، إسواتيني وليبيا. أنغولا. Angola, the Palanca Negras, they had a surprise the entire world when they qualified to the 2006 World Cup in Germany. Let's hope they will be qualifying again.
but then they need to top the group D where they will be playing ستلعب إلى جانب جزر موريس كما ذكرت وإسواتيني وليبيا إلى المجموعة الخامسة. الكونغو منتخب الكونغو، هناك منتخب الكونغو وهناك منتخب الكونغو الديمقراطية. إذن الكونغو إلى جانب أريتريا والنيجر وتنزانيا. إلى المجموعة الخامسة. كينيا إذن ستلعب في المجموعة السادسة إلى جانب السيشل بوراندي وغامبيا. للمرة الثانية تشارك في التصفيات المؤهلة لكأس العالم. إلى المجموعة السابعة. أوغندا. Uganda, the Cranes, it will be their 12th attempt in the quest to qualify for the FIFA World Cup. They will be joining Mozambique, Botswana, and Somalia in Group G. إذن إلى جانب الصومال، بوتسوانا، موزمبيق، وأوغندا في المجموعة السابعة. إلى المجموعة الثامنة الآن. ناميبيا. إذن ناميبيا في المجموعة الثامنة إلى جانب ساو تومي، لايبيريا وملاوي. FIFA World Cup qualifiers campaign. They will be in group H, in position H3. And now the last but not the least, JJ. إذن يتبقى منتخب واحد هو منتخب بالتأكيد ومدغشقر. إذن مدغشقر ستلعب ضمن المجموعة التاسعة إلى جانب تشاد، جزر القمر، وإفريقيا الوسطى. بعد لحظات سنتوجه ونترقب ونقترب من موعد الحسم إلى التصنيف الثاني. المنتخبات بدأت المنتخبات القوية طبعا، بوركينا فاسو، غانا، جنوب إفريقيا، الرأس الأخضر، الكونغو الديمقراطية، غينيا، زامبيا، الغابون، وغينيا الاستوائية. لنتابع عرضا حول المنتخبات التصنيف الثاني أو المستوى الثاني. بوركينا فاسو وبعدها غانا. منتخب الرأس الأخضر ثم الكونغو الديمقراطية. غينيا. وبعد ذلك زامبيا. ثم تأتي الغابون. وأخيرا غينيا الاستوائية. إذن بعدما تعرفنا على المستويات أو المجموعات بمنتخباتها الخمس، نتحول إلى المستوى الثاني والقرعة الخاصة بمنتخبات التسعة لهذا التصنيف. إذن جان أساموا، بوركينا فاسو. بوركينا فاسو ستكون ضمن المجموعة الأولى إلى جانب جيبوتي، إثيوبيا، سيراليون، وغينيا بيساو. المجموعة الثانية. الكونغو الديمقراطية. إذن ستلعب إلى جانب جنوب السودان، السودان، توغو، وموريتانيا المجموعة الثانية. المنتخب القادم سيكون
South Africa. جنوب أفريقيا. South Africa, the only ستكون في المجموعة الثالثة إلى جانب بنين، زيمبابوي، رواندا ولزوتو. طبعا جنوب أفريقيا التي نظمت كأس العالم كأول بلد أفريقي في 2010، وشاركت أيضا في مونديال 1998 في فرنسا، كانت أول مشاركة. كابو فيردي، منتخب الرأس الأخضر. الرأس الأخضر سيكون في المجموعة الرابعة إلى جانب أنغولا، ليبيا، إسواتيني، جزر موريس. Please, let's proceed with the next team to join the others in group E. Zambia. 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 African champions in 2012. حامل كأس أمم أفريقيا في 2013. منتخب الذي لم يسبق له المشاركة في كأس العالم. زامبيا ستكون إلى جانب الكونغو، تنزانيا، النيجر وأريتريا. إلى المجموعة السادسة. الكابون. كابون. The Panthers will be banking on. الكابون ستكون إلى جانب السيشل، بوروندي، غامبيا وكينيا. We're down just to the last three. Ghana doesn't want to come out. Samoa, let's see. تبقت ثلاث منتخبات. الآن إلى المجموعة السابعة. غينيا. غينيا ستلعب إلى جانب الصومال وبوتسوانا وموزمبيق وأوغندا. تبقى منتخب غانا. إذن غينيا الاستوائية. غينيا الاستوائية. A taste of the FIFA World Cup for the first time. غينيا الاستوائية التي تألقت في كأس أمم أفريقيا الماضية ستلعب إلى جانب ساو تومي، لايبيريا، مالاوي وناميبيا. طبعا تبقى منتخب واحد هو غانا، منتخب جيان أساموا. طبعا جيان أساموا الذي تألق في مونديال 2010 وكاد أن يصل إلى المربع الذهبي مع منتخب بلاده مع النجوم السوداء البلاك ستارز. إذن غانا إلى جانب تشاد، جزر القمر، إفريقيا الوسطى، مدغشقر. الآن إلى التصنيف الأول الذي يتواجد فيه المنتخب الجزائري. هناك السنغال، تونس، الجزائر، مصر، نيجيريا، الكاميرون، مالي، كوديفوار والمغرب. History of the FIFA World Cup would not be qualified without the impact and the memories of the teams in this spot number one has given to us. Emmanuel Eboué, you will be doing us the honors to reveal these heavyweight teams. A lot of pressure on you. انتخابات التصنيف أو المستوى الثاني. نتابع الفيديو التعريفي الخاص بمنتخبات المستوى الأول، المنتخبات التسعة. تونس، ثم بعدها الجزائر. الجزائر أربع مشاركات مونديالية بداية من 82، 86، 2010 و 2014. مصر، المنتخب الإفريقي الأكثر تتويجا. نيجيريا، ثم بعد ذلك الكاميرون، صاحب أفضل أفضل النتائج طبعا في كأس العالم. مالي، ثم كوديفوار، تيبري. مانويل، بليز جو أهيد تو ريفيل ذا تيم ذات ويل بي كومبليتينغ جروب A. إذن نتوجه بكم مشاهدينا الآن إلى عملية القرعة، من سيكون والتي تخص منتخبنا الوطني الجزائري في المستوى الأول. مصر،
مصر أيضا ستلعب في المجموعة الأولى إلى جانب جيبوتي، إثيوبيا، سيراليون، غينيا بيساو وبوركينا فاسو. They have the most titles on the continent. They will be completing Group A in position في التصنيف الثاني هناك منتخبات قوية كبوركينا فاسو، غانا، وبدرجة أقل جنوب أفريقيا. نتمنى أن نتفاداها. هكذا يقول طبعا متتبعو المنتخب الجزائري. السنغال ستكون بطل إفريقيا، سيكون في المجموعة الثانية إلى جانب جنوب السودان، السودان، طوكو، موريتانيا، الكونغو الديمقراطية. هذا الحاجي ديوف نجم الكرة السنغالية يبدو راضيا تماما عن عملية القرعة إلى المنتخب الثالث. أتمنى أن يكون الجزائر. نيجيريا في المجموعة الثالثة إلى جانب ليزوتو، رواندا، زيمبابوي، بنين، جنوب أفريقيا. حقيقة نتمنى وكل الجزائريين يتمنون أن نكون في المجموعة الرابعة، ربما المجموعة الخامسة، السادسة، حتى السابعة. الكاميرون في المجموعة الثالثة. الكاميرون ستكون إلى جانب لوزوتو، رواندا، زيمبابوي، بنين، جنوب أفريقيا ونيجيريا. إذن هذه هي المجموعة الثالثة. إلى المجموعة الرابعة. موروكو. إذن المغرب سيكون في المجموعة الرابعة. They had a historic run at the FIFA World Cup in Qatar, becoming the first African مجموعة تضم جزر موريس، إسواتيني، ليبيا، أنغولا، الرأس الأخضر. بعد لحظات سنتوجه إلى المجموعة الخامسة. E1 and for Group F, Emmanuel, please. من هو المنتخب الذي سيكون في المجموعة الخامسة؟ كوت ديفوار. يبدو الإيفواريون السعداء بهذه المجموعة، الكل يريد أن يتفادى غانا في المجموعة التاسعة. لأن كوت ديفوار ستكون إلى جانب أريتريا، النيجر، تنزانيا، الكونغو وزامبيا، مجموعة في المتناول طبعا بالنظر إلى مستوى المنتخب الإيفواري على الساحة الإفريقية. طبعا كما ذكرت الكل يريد أن يتفادى المجموعة التاسعة، الكل يريد أن يتفادى غانا. تبقت تونس، الجزائر ومالي. الجزائر في مجموعة Algeria after missing out narrowly in the 2026 World Cup in Qatar. مجموعة في متناول المنتخب الجزائري، نقولها بكل صراحة، الجزائر ستلعب إلى جانب السيشل، بوروندي، غامبيا، كينيا وحتى الغابون. ممكن المنتخب الغابوني هو الوحيد الذي ممكن أن يشكل تونسيا and Mali left. Which one is it going to be? الجزائر إذن في المجموعة السابعة وليست السادسة، لا في المجموعة السابعة. الجزائر ستلعب إلى جانب الصومال، بوتسوانا، موزمبيق، أوغندا وغينيا. تونس إذن في المجموعة الثامنة. Emmanuel, please do us the honors. إذن مالي
Mali, إذن مالي ستكون في المجموعة الأولى أو في المجموعة التاسعة عفوا إلى جانب غانا، تشاد، جزر القمر، إفريقيا الوسطى ومدغشقر. إذن هذه المجموعة المجموعة الأولى. هناك مصر، بوركينا فاسو، غينيا بيساو، سيراليون، إثيوبيا، جيبوتي. هذه المجموعة الثانية. هناك نيجيريا، جنوب أفريقيا، بنين، زيمبابوي، رواندا، ولوزوتو، موريتانيا، توغو، سودان، and South Sudan. نذكر المنتخب الجزائري سيلعب. South Africa, Benin, Zimbabwe, Rwanda, and Lesotho. المجموعة الثالثة. And in Group D, from D1, we have Cameroon, Cabo Verde, Angola, Libya, Eswatini, and Mauritius. هناك. And in Group E, Morocco, Cameroon, Congo, Tanzania, Niger, Eritrea. And Group F, we have like Côte d'Ivoire, Gabon, Kenya, D, Gambia, Burundi, and Seychelles. إلى المجموعة السابعة. المنتخب الوطني الجزائري وقع في المجموعة السابعة. مشاهدينا أذكر لمن التحق بنا اللحظة. الجزائر إلى جانب غينيا، أوغندا، موزمبيق، بوتسوانا والصومال في المجموعة السابعة. بينما المجموعة الثامنة ساوتومي، لايبيريا، مالاوي، تونس، ناميبيا وغينيا الاستوائية. أما المجموعة التاسعة فهناك تشاد، جزر القمر، إفريقيا الوسطى، مدغشقر، غانا ومالي. إذن المنتخب الجزائري كما ذكرت في مجموعة سهلة نوعا ما، كنا نريد أن نتفادى غانا وهذا ما حصل. طبعا غانا في المجموعة التاسعة، غانا وبوركينا فاسو وجنوب إفريقيا بدرجة أقل. إذن أذكر الجزائر ستلعب إلى جانب غينيا، أوغندا، موزمبيق، بوتسوانا والصومال ضمن المجموعة السابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026. Thank you very much. بالولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك. أول مباراة المنتخب الجزائري ستكون في شهر نوفمبر. المجموعة أول المباراة الأولى والثانية ستكون بين 23 و21 نوفمبر من سنة 2023. أما الجولة الثالثة والرابعة بين 13 و11 جوان من عام 2000 من العام المقبل. أما الجولة الخامسة والسادسة فستكون بين 17 و25 مارس من العام 2024. بينما الجولة السابعة والثامنة فستكون بين 1 و9 من سبتمبر عام 2024. أما الجولتين التاسعة والعاشرة، الجولة العاشرة والأخيرة، فستكون بين 16 و14 من أكتوبر من العام 2024. First of all, I would like to say. 25. شكرا لك الزميل عبد العزيز بن سالم.